امبارح تم افتتاح مبنى محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي بالتعاون مع إدارة الفضاء المركزية بالصين، والمحطة دي بتعتبر تاني أكبر محطة في العالم من حيث قطر تلسكوبات الرصد. عشان نتعرف على تفاصيل أكتر معانا على تليفون الدكتور جهاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم عليكم، ويوم سعيد للجميع يا رب ان شاء الله. يا اهلا بيك يا فندم. مبنى محطه رصد الاقمار الصناعيه والحطام الفضائي اللي تم افتتاحه، مبنى جديد، عايزين نعرف ايه القيمه المضافه لهذا المبنى؟ بالفعل واستكمالا للخبر السابق، وانا يعني سمعت كده جزء من المداخله، طبعا الجهود اللي بتقوم بها وكاله الفضاء ومصر بشكل عام في برامج الفضاء مهمه جدا، وتواكبا وتماشيا مع تلك الجهود احنا عارفين اي برنامج فضائي ليه عده مكونات، طبعا التصنيع والاطلاق ده جزء مهم جدا ومعالجه البيانات، لكن يسبق ذلك مرحله مهمه جدا حساب المدارات اللي بتطلق فيها الاقمار الصناعيه، وبعد اطلاقها عمليه مراقبتها طول الوقت بحيث تستمر اكبر فتره ممكنه في مدارها دون فقدان تحت السيطره والتحكم، وايضا يعني في الفتره الاخيره ونتيجه الكثافه العدديه والنوعيه في برامج الفضاء وحوادث الفضاء اصبح هناك ما يسمى الحطام الفضائي، وده الناتج للحوادث الفضاء المتكرره. المعهد بما انه احد المحطات او معاهد الرصد الدوليه والوحيد في المنطقه اللي عنده تلك الامكانيات، دوما في تحديث وتوطين للتكنولوجيات الحديثه، فبالتعاون مع الزملاء في اداره الفضاء المركزيه بالصين ومراصد العلوم الفلكيه تم الاتفاق على انشاء محطه جديده. احنا عندنا محطة بتشتغل بأشعة ليزر من سنة 81، و2019 افتتحنا محطة أخرى داخل مرصد الأطقمية، لكن التكنولوجيا كل يوم فيها تحديث والعلم بيتطور. الصين طبعا ليها جهود جميلة جدا وفيها تقدم، كل يوم أنشأوا محطة فضائية خاصة بيهم منفصلة عن المحطة الدولية، فنتيجة التعاون والتباحث مع الزملاء في الصين اتفقنا ان احنا ننشئ محطه جديده بامكانيات حديثه متميزه، زي ما قلنا ان هي التلسكوب بتاعها ثاني اكبر تلسكوب لرصد الاقمار الصناعيه على مستوى العالم، الاولاني موجود عندهم في الصين. المحطه بتشتغل باشعه الليزر ورصد بصري بحيث يبقى عندنا العيوب في كل اتجاه فيهم الاتجاه الثاني بيكمله، يعني الرصد البصري ليه عيوبه ومميزاته، رصد الليزر ليه عيوبه ومميزاته، تكامل الاثنين في نفس المحطه بيزود كفاءه الرصد، بيزود الامكانيات، بيزود الدقه، وده اللي احنا بنطمح ونامل ليه في الفتره القادمه. اعتقد المحطه هتضيف كتير لانها الوحيده من نوعها في الشرق الاوسط وافريقيا، هتكون يعني نقطه ارتكاز للعاملين في برامج رصد الاقمار الصناعيه والحطام الفضائي، وتوفير بياناتها سواء لغرض البحث العلمي او لاغراض تجاريه بالتنسيق مع الجهات العامله في برامج الفضاء، يكون اضافه جديده لمصر. وفي نفس الوقت احنا بنأكد ان احنا يعني رصد السماء المصرية وحمايتها من اي مخاطر بما فيها مخاطر الحطام الفضائي عنصر مهم جدا، ده احد مكونات خطة او الاستراتيجية القومية للبحث العلمي اللي المعهد بيشتغل عليه. مبنى جديد تم افتتاحه، انا عارفه ان طبعا بناء المباني يعني لغايه ما توصل لمرحله الافتتاح بياخد وقت، ازاي نقدر نبقى المبنى ده مواكب لكل حاجه جديده وكل حاجه مختلفه، مواكب للتقدم التكنولوجي، مواكب للجيل الجديد في صناعه الاقمار الصناعيه والعلوم الفضائيه؟ بالفعل يعني زي ما حضرتك اشرتي الفتره اللي فاتت وكان في يعني تحديات كبيره اكثر من موقف دولي، طبعا الكورونا، الاحداث اللي بتمر على العالم، يعني الحروب الروسيه الاوكرانيه وكذا، في تحديات اقتصاديه كبيره، لكن الحمد لله الدوله المصريه يعني مؤمنه بالاستثمار في البحث العلمي وبناء القدرات سواء قدرات البنيه التحتيه او القدرات البشريه، وده اللي شجعنا ان احنا من خلال الخطه الطموحه للمعهد قدمها واعتمدت من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، وبالفعل تم تحت التمويل. الجانب الصيني يعني في الموضوع التكنولوجي هم فعلا قدموا التلسكوبات الحديثه للرصد، ودي طبقا للاتفاق والتعاون ما بيننا ان هي بالمجان كهديه للمعهد، بسبب ان يبقى في الارصاد تكون مشاركه، وطبعا في يعني اجراءات تنسيقيه وتنظيميه والضوابط اللي معموله لاي تعاون فني وخاصه في مجال بيانات الاقمار الصناعيه. عظيم. زي ما حضرتك ذكرت الدكتور جاد انه هذا المبنى تم تصميمه للتعامل مع مخاطر الحطام الفضائي،
ما هي مخاطر الحطام الفضائي، وهل هي بس بتؤثر على الأقمار الصناعية الموجودة في الفضاء ولا ممكن تسقط على الأرض؟ لا طبعا، يعني الحطام الفضائي هو اساسا احنا بنقول اي برنامج فضائي سواء قمر صناعي او الصواريخ الحامله الاقمار الصناعيه عند اعدادها للارض مره ثانيه بنفس التحكم فيها. هنا في اكثر من احتمال ليها او للمخاطر بتاعتها، انها اثناء اختراقها للغلاف الجوي للارض تتفتت وتسقط لو سقط على منطقه يعني مسكونه او مأهوله بالسكان. دي مخاطرها، لان يعني شظيه صغيره من حطام فضائي بتعمل مفعول قنبله كبيره. وحاليا يمكن الجزئيه دي تقدم التكنولوجيا اصبح هناك امكانيه لصناعه تلك الصواريخ من مواد عند اختراق الغلاف الجوي للارض، اختلاف درجات حراره والضغط، بتتفتت الى يعني حاجات بسيطه جدا تقلل خطورتها. لكن الخطوره الثانيه ان الحطام الفضائي ده اثناء وجوده في الفضاء بيسبح دون تحكم، احتماليه اصطدامه باي من الاقمار الصناعيه العامله عالية جدا، ودي الخطورة المالية الفادحة. يعني أي برنامج من برامج فضائي بيكلف ملايين الدولارات، فاصطدام أي جزء بيه طبعا يعني بيعتبر كارثة للمشغل أو للجهة صاحبة هذا البرنامج الفضائي. ولذلك مهم جدا التعاون، والفكرة رصد تلك الأجسام مش بس من نقطة واحدة، مطلوب التعاون في أكثر من مكان على مستوى الأرض بحيث يستمر المتابعة والمراقبة على مدار الساعة لحماية برامج الفضاء وحماية الأرض. طبعا هناك في حطام فضائي أو أجسام فضائية أو أقمار صناعية بيفقد السيطرة عليها وتخرج بعيدا، وعندنا نموذج لقمر صناعي من ماليزيا، وده طبعا يعني تأثيره على برامج الفضاء العاملة في المجال البعيد زي المريخ وحاجات زي كده، دي بتكون أخطر لأن دي بتكون تكلفها فعلا باهظة. يعني شكرا جزيلا دكتور جهاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية.